صبايا الشعيريات بهالطريقة بياخذوا معك 40 دقيقة ل 45 دقيقة، بس خلال هال 45 دقيقة ناخذ من السمن من قعر الصينية ونسقيهم بهالطريقة. كل 10 دقائق بنعمل هالحركة هاي. بيقولوا لي صبايا مدام نحن عم نعمل نفس الوصفة، الوصفة والتحضير شيء كامل متكامل، انت عم تعملي بالمقادير والوصفة فقط، ما عم تتأيدي بطريقة التحضير وهي الأهم وهي اللي بدها تعطيكي الطعم الأطيب. كل 10 دقايق بتلاقي سمن وفير، بتاخد سمن كتير، كل شوي بتاخدي من القعر وبتسقيها لحتى تاخدي هاللون المتمازج الذهبي الجميل. هلأ أنا صينيتي هاي لسه ما خلصت، شوفي السمن، شوفي السمن شقد كان أكتر، هذا رح يختفي. هلأ منسقيها، رح أتركها لسه ما خلصت، هاي خلصت، تعال نشوف شلون. هذا القطر، هذا سمن عربي، بدي أنا أطعم أغش، بمعنى أغش، أنا هون استعملت سمن حيواني عادي، ماو سمن عربي 100%. هالمعلقة الصغيرة رح تعطيكي شعور بأنه الشعيبيات كلها سمن عربي، وأهل الحلو بيعملوا هالطريقة. رح نسقي الشعيبيات، القطر بارد، بدهم يسبحوا سباحة بالقطر. في منهم عم بيقولوا ما بحبوها حلوة، عم يكتفوا ببعض من القطر، وهذا غلط. شوفي شلون سباحة، هذا اللي بيعطي الهرشة، الهرشة اللي بتدوب دوبان، مو القاسية اللي بتضربيها براس يهودي وبترجع. في كتير صبايا عم يعملوا الوصفة ذاتها ولكن للأسف ما بيتأيدوا بطريقة التحضير، بيقولوا لي مدام دلال طلعوا قاسيات. أنا بتمنى أنا عرضت أدق 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 التفاصيل، ما خليت ثغرة في تحضير عمل الشعيبيات إلا وعبيتها. بتمنى إنه تتأيدي بطريقة التحضير لتاخدي الأطيب والأجود من أكبر محل شعيبيات. هدول هن الشعيبيات، شوفي شلون القطر، رح أفرجيكي أفا الشعيبية شلون. شوفي هاللون الجميل، خلينا نشوف كمان، فرجي على هاللون، فعلا بتهرش هرش. هذا القطر بعد ساعة رح يختفي، ما رح تشوفي قطر، ما رح تشوفي سمن، الشعيبيات رح تغب كل السوائل. رح أشوف الصينية الثانية، بقينا شوي، تقدري تزيني بهالطريقة. شوي انتي خلال هالنص ساعة انا عم بفرجيكي طريقة التزيين كرمالك تجاوزت الحد. المفروض انا كل شوي اعمل هالطريقة، بدي اسقي لشعيبيات قطر، خلال نص ساعة بيختفي القطر. افرجيكي الثاني، هدول اللي لسه بدهم شوي كمان، كمان بسقيهم بقية القطر. الكيلو الشعيبيات اللي هو كيلو طحين بياخد كاستين سكر مع كاسة مي مع رشة ملح ليمون. القطر كله اسقيه رجاء لتاخدي الطعم الأطيب وتأيدي بطريقة التحضير. من جروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، شوفي شلون عم يغلي القطر، أنا بدي أرجعه لأنه بدي لون ذهبي أجمل. أهلا وسهلا فيكي صبية.